في حاجه بتسرقع في بقنا. مشكلة رهيبة عظيمة لأول مرة تحصل معانا. يا مساء الخيرات عليكم، الدخلة مختلفة عشان الفيديو أساسا انتوا لسه ما شفتهوش. الفيديو اللي انتوا هتشوفوه النهاردة ده متصور بقاله 3 أسابيع. ما كنتش ناوي أنزل الفيديو ده، بس كل ما بقول لحد بيقولي لا لازم تنزل الفيديو ده، لأن حصل معانا مشكلة رهيبة عظيمة لأول مرة تحصل معانا، والمشكلة دي هزتني أنا وكيرو من جوه بجد. جوب الأكتر أنا اتهزيت جامد قوي بجد والله العظيم، لأن جالي 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 صدمة عصبية. حصل لنا إحنا الاتنين بس جوب الأكتر. فكلمنا المطعم ساعتها من 3 أسابيع وقالوا لنا هيتواصل معاكم مدير الفرع. تواصل معانا ما حدش كلمنا من ساعتها. منذ 3 أسابيع لم يتواصل معنا أحد، والمشكلة دي لأول مرة تحصل لي في تاريخ القناة أو في حياتي الشخصية بعيدا عن القناة. فيعني حاجة عمركم ما هتشوفوها، يا رب ما يوريها لكم بصراحة. فتابعوا بقى الفيديو بتاع النهاردة علشان تعرفوا حصل ايه في المطعم بتاع النهاردة اللي هو من 3 أسابيع. روحوا للفيديو واعملوا لايك بقى وزبطونا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرش بوي، ومعايا حبيب قلبي عمي كيرو منورني. حبيبي جو نورة منورين كلكم طبعا، وحشني جدا جدا جدا، وانت كالعاده وحشني يا عم حبيبي جو. انت اكتر والله منورين يا جماعه. انا مشتي وحالي ولابس لكم لابس لكم شتوي من كل حته. النهارده بقى فيديو عالمي مزاج، شغل مزاج. انا نفسي اجربه من بدري قوي، ده اقتراح انا المره دي، مش اقتراحك انت. ايوه ربنا يستر ربنا يستر وما يطلعش مقلب. حصل. المطعم بتاع النهارده هو هانجر ستيشن، لأول مرة في حياتي هجربه معاكم، يا رب يطلع حلو. وانا كمان برضه اول مرة اجربه، ومن اجل هذه اللحظة السعيدة 10,000 لايك. انت نسيت احنا بنطلب كام؟ 1000 لايك. احنا طلبنا يعني 10 وما جاتش. ماشي يعني المرة دي بعد اذنكم ال 10,000 لايك يعني تيجي. بنطلبها كتير يا جدعان ومش بتيجي يعني. بعد اذنكم شدوا حيلكم معانا. يا ريت هنجيب الحاجة ونرجع لكم تاني. واللي ما اشتركش لسه في القناة يشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلوا كل جديد. انتظروا كل ما هو جديد. حاجة حضرت اهي وما شاء الله بصراحة. يلا يا عم كوك. لا الحاجة محملة يعني. ادي شنطة وكيرو معاه شنطة. يلا. وادي تالت شنطة. تعال نشوف فيهم ايه يا عم كوك. يلا بينا. الباكجينج شكله عظيم. في هنا معانا حاجة. ساندويتش. محمل. ودي كول سلو. انا حاسس ان هننبسط النهارده. ده ريشة. ليه يا ابني؟ ليه بتصدمني؟ ده ريشة خالص خالص خالص. وهنا شكلها معانا وجبة. ودي ساندويتشين. ادي كمان ريشة. يلا. لا والنبي والنبي انت عشان انا اللي مختاره هتقعد تعقدني فيه. لا هيعجبني، حاسس انه هيعجبني. خلاص وشويه ايه مناديل كده ومعالق وشوك وحاجات حلوه. تمام هنظبط الحاجه دي كلها ونرجع لكم بعد اذنكم لغايه ما نرجع لكم اللايك الجميل بتاعكم. ورجعنا والروايح بصراحه مبشره بالخير، بس الاحجام مش مبشره بالخير. زي ما انتم شايفين كده ده اسمه تشيكن بافلو، ده عباره عن دجاج بافلو وصوص بافلو وسموكت بيف وخس وهالبينو وصوص جبنه. ده سعره 60 جنيها على هذا الحجم بصراحه. على هذا انا مش عارف يعني. يلا بينا ندوق. نصيبك وقع في الحته اللي فيها لحم يا عم، عشان عمال يقول لي انت بتقطع وبتاخد الاكبر. بقول له هي القطعه واحنا ونصيبنا. يلا بينا ندوق. الهالبينو كله وقع. لا مش هسيبه، انا مش هسيبه. يلا بينا كيرو. اللون عظمه، وحتى لان طعم عظمة. هنخلص بس الحته دي عشان ايه؟ والسبايسي تحفه. هنخلص الحته دي عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. احب اقول لكم ان الساندوتش ده وحوحه يعني، للناس اللي بيحبوا السبايسي قوي. لقمه العيش وهميه، الهالبينو سبايسي وهمي، قطعه الفراخ لونها ابيض بره وجوه وجوسي وتحفه، الجبنه السايحه اللي مستخدمينها طعمها حلو قوي. مبسوط. اي نعم ما حسيتش طعم قطعه البيف قوي اللي محطوطه فوق دي، بس انا مستمتع. طب سيب لي حاجه اقولها بقى. ما انا ما انا بصراحه انا اكلت كل حاجه بصراحه قلتها من عن كيرو. لا انا كجو بدايتنا 10 من 10. اتفضل. طيب حرقتك معلي. انا عارف ان انت يعني ما هو متفقين احنا الاثنين. قول اللي عندك.
لقمة العيش جميلة جدا، الفراخ طرية جدا وبيضة طعمها تحفة الصراحة، مفيش اي تعليق عليه. الهاليبينو بقى اللي جونيس يقولوا ان طعم سبايسي جدا بس مفيش حدوقية نهائي. لا الموضوع ده كان بيقابلنا كتير في جدا كتير في الهاليبينو. طبعا الهاليبينو ده كما قال الكتاب مظبوط بالملي، فانا هتفق مع جوف العشرة من عشرة. بدايتها خير وانا سعيد سعادة ملهاش نهاية بصراحة، انا مبسوط جدا لان حاسس ان اللي جاي كله ان شاء الله هيبقى حلو. يلا بينا نخش على بعد كده، وبعد اذنكم اللايك الجميل بتاعكم. ودلوقتي معانا ساندويتش اسمه غريب شوية، باتر كوب، وزي ما انتم شايفين كده ده عبارة عن بيف برجر، شرايح بصل، خس هالبينو، صوص جبنة، صوص مايو، هانج، موتزاريلا ستيكس. سعره كام؟ ما تعرفش، انا هسيب لكم السعر ده اول كالعاده. بيجيب 55 جنيه سعره 55 جنيه، وخد يا عم الحته الكبيره تاني يا عم، بس بعد كده مش هسيب لك ولا حته كبيره. يلا بينا ندوس. يلا بينا. ده في خيار مخلل، يلا بينا نشوف الخيار المخلل بتاعهم بيقول ايه. الساندوتش صدمني، البيف طعمه مش باين خالص، يعني انت بتاكل حاجه بس انت مش مجمع طعمها ولا توابل. الموتزاريلا ستيكس كريمي او يعني طعمه مش قوي، بس انا حاسس نظيفه. انا حاسس نظيفه، لا انا حاسس انها مش قد كده، يعني ما كيفتنيش الموتزاريلا ستيكس. كان فيها هالبينو، ده مش خيار مخلل، ده هالبينو اللي احنا شفناه ده. ولو ما طلعش حلوه وهنسمع جو بقى، بس انا ما عجبنيش الساندوتش. بصوا انا في المفروض صوص اسمه مايو حاجه هنا قلناه، ما حسيتش مايو هانج ده، ما حسيتش بيه بنكله. قطعة البيف تحس انها ناقصه سوا، وحتى لو هي مستويه 100% توابلها قليله، مش الواو، مش الواو بصراحه. لقمه العيش زي ما كيرو قال طبعا متفقين عليها حلوه. الهالبينو هنا مع الساندوتش ده مفيش، يعني مش مدي حاجه. الجبنه برضو ما عجبتنيش. الموتزاريلا ستيكس هنا ضعيفه قوي. الميكس اوفر اول للاسف ما عجبنيش. انا هديله عن نفسي 4. هتقول 5؟ انت 4 وانا 5، يعني يمشي حاله بس مش الواو، مش الواو. يعني لو هنقارنه بالفراخ، لا الفراخ في حته تانية خالص عند هانجر ستيشن، وهنشوف لسه معانا فراخ تاني كتير ومعانا برجر تاني، وهنشوف مع بعض. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم بعد اذنكم، اعملوا لايك. ونرجع تاني بقى للعظمه بالفراخ، بس المره دي فراخ ستريبس مش قطعه بانيه. زي ما انتم شايفين كده ده اسمه هيرو، ده عباره عن قطع ستريبس وسموكت بيف وشريحه جبنه ومايونيز وخس وصوص جبنه، سعره 58 جنيها. الله عليك. يلا بينا، يلا بينا نتذوق. المره دي انا خدت الحته الكبيره، اتفقت معاه على كده. يلا بينا ندوق. بصوا يا جماعه شكل الفراخ من جوه، يا رب يكون واضح لكم. قشطه، حاجة ثانية خالص. بالنسبة لعم الهيرو، الفراخ طعمها حلو قوي، والجبنة طعمها حلو قوي، قطعة البيف اللي بيحطوها فوق دي طعمها مش واضح، ما جاتش. الخيار المخلل مملح الدنيا قوي، فما انبسطتش زي اول ساندوتش. لسه في معانا ساندوتشات فراخ تانية، ما تقلقوش، وخدوا بالكم في ساندوتش عظمة هخليه لاخر واحد، لان ده يعني يعتبر تقريبا اكتر ساندوتش المطعم عامل عليه دعاية وحاجة ما شاء الله قد كده. يعني هنشوفها مع بعض في الاخر. وهذا الساندوتش اللي هو الهيرو الفراخ ده انا هديله، ما انا ما بين لا 6 عشان ما انبسطتش، كنت هديله 7 بس لا 6. اتفضل. طيب انا مش هختلف مع جو طبعا، العيش حلو، الفراخ حلوه، الستريبس برضو ما اختلفتش عن قطع الفراخ. لا القطع الفراخ كانت احلى سنه بالنسبه لنا. طيب برضو لا هي كان طعمها جميل برضو. اني الاحلى هنعرفه الساندوتش الجاي بالظبط. البيف بيكن فعلا ما جاش، طعمه مش واضح خالص، الخيار مخلل حادق حبتين ثلاثه. مظبوط، بس كده. فيعني 6 مش هعترض، متفقين انا وكيرو. ويلا بينا نخش على اللي بعد كده، ونتمنى ان يكون كله سعاده. وده بقى عم الريزو بتاع هانجر ستيشن، وده عباره عن رز سبايسي وقطع ستريبس وعليه صوص الفاير. والله هو فيه شويه قطع ما شاء الله بصراحه، حجمهم كبير قوي. يلا بينا يا عم كيرو نتذوق. ده سعره 30 جنيه عشان كيرو كالعاده ما بيحبش يقول اسعار، بينسى السعر. يلا بينا. الفراخ مقرمشه قوي، وصوص الفاير ده اللي هو سويت شيلي جميل. هاخد واحدة تانية. الريزو يا جماعة طلع أوت، فلت منهم المرة دي.
ما فيهوش سبايسي خالص، والصوص اللي عليه زي ما جو قال ده سويت شيلي. انا اصلا ما بحبش الصوص السويت خالص خالص خالص. انا كنت عايز اجيبه باربيكيو يا جو، كان قايل لي باربيكيو والله، انا اللي قلت له هات سبايسي بس، فهو ما فيهوش سبايسي بربع جنيه، ولا رز سبايسي ولا فراخ سبايسي ولا صوص سبايسي. ما عجبنيش. وجو بقى يقول النقطه اللي هو قالها. طيب انا بالنسبه لي الرز معجن مش مهبش، الرز عايز يتهبش شويه، يبقى فيه شويه بصل كده والكلام ده، هو فيه بس ضعيف. الرز عايز تحبيشه وعايز تظبط التسويه بتاعته لانه معجن سنه. قطع الفراخ هي اللي جميله بصراحه وكريسبي وطعمها حلو. صوص السويت شيلي عجبني انا بالنسبه لي لان انا بحبه بصراحه، وعجبني جدا. وفي طبعا حته السبايسي انا حسيتها. اوفر اول يعني لا ما انبسطتش قوي، لان الرز يعني المشاكل كلها في الرز، سواء من نقصه بصل او نقصه بهارات او نقصه تسويه او زياده تسويه. انا حسيت السبايسي سنه بصراحه. الرز ما فيهوش سبايسي، وهما كاتبين ان المفروض الرز ذات نفسه سبايسي، ما فيهوش سبايسي خالص، ما فيهوش سبايسز اساسا، ما فيهوش توابل. هتديله كام يعني؟ 3. انا هديله، لا انا يعني هبقى في المتوسط، انا هديله 5 لان انا مبسوط منه سنه يعني، مش مضايقني قوي. طيب هيا بنا نعود الى العظمه ونرجع. هنخش في ساندوتش فراخ؟ لا لا لا، في وجبه جايبينها معانا. في وجبه، هنجيب الوجبه ونشوف هل هو بقى في قطع البروست مميز ولا لا. وبعد اذنكم لغايه ما نرجع لكم اللايك الجميل بتاعكم. والان مع الوجبه البروست السبايسي، عباره عن قطعتين صدر وورك وشويه بطاطس وقطعه بان وكول سلو، سعرها 58 جنيه. وريحه السبايسي طالعه حلوه، بس اللون اتمنى ان هو يكون لون توابل وليس لون زيت غامق. هو واضح ان هم بيستخدموا زيت نظيف، وده واضح مننا في السندوتشات. هنشوف هنا في قطعه الفراخ. يلا بينا يا عم كيرو، يلا بينا. تعال ندوق كول سلو الاول. اوكي يلا بينا، لان الكول سلو يعني بيدل على كفاءه المطعم. رائع، شابو كول سلو تحفه تحفه. يلا بينا ندول فراخ، يلا بينا ندول فراخ. بس هو يستحق ان انا اتكلم فيه كتير، بس هنبقى جيله قدام. يلا بينا كيرو. زبده الفراخ عظيمه، وكيرو يا عيني مش قادر يوقف. انا الحمد لله سيطرت على نفسي وقدرت اوقف. عسل سبايسي اللي هو المتوسط الجميل العسلية ده. الفراخ يا جماعة بصوا لونها من جوه، قشطة من برة، دي واضح انها التوابل بجد تحفة تحفة تحفة. انت بتغرس سنانك كده فيها، بتلاقي القرمشة البسيطة الجميلة اللي بتدوب في بقك على طول مع الفراخ جوه زبدة مع التوابل الجميلة. شابو هانجر ستيشن كول سلو وفراخ. ودونا البطس، البطس عادية جدا طبعا. انا لا ما عنديش مشكلة ان انا هديها، مش عارف انا حاسس 9 ولا هبقى ظالمها. لا 9 حلو، 9 بس 9 محترم. صح، يبقى انا 9 من 10 كيرو. الورك يا جدعان دايب دايب دايب، والفراخ دايبه برده، الصدر دايب، طعمها جوسي طري جدا، بتطلع عصاره، طعم التوابل ممتاز، القرمشه اللي بره مش مضايقاك وانت بتاكل، لا ده عامله ميكس رهيب مع السوفتنس اللي جوه. حكايه، انا اتفق مع جوني، دي 9 من 10. ويلا بينا نخش على بعد كده. والكول سلو 10 من 10 بالنسبه لنا، اتفق مع جوف ال 10 من 10. الكول سلو حكايه. يلا بينا نخش على اللي بعد كده، واللايك الجميل بتاعكم لغايه ما نرجع لكم بعد اذنكم. بصراحه انا ما قدرتش استنى اكتر من كده، وده كان المفروض كان اخر ساندوتش معانا، بس هنخليه قبل الاخير علشان لو ما جابش معانا هنختم بحاجه حلوه. زي ما انتم شايفين كده، ده ساندوتش اسمه بيف مشروم. ده اقوى ساندوتش المفروض عندهم، عباره عن بيف برجر وخس وخيار مخلل وصوص تيستي وصوص مشروم وامريكان تشيز ومايونيز. جبناه 3 ادوار تريبل، سعره 98 جنيه. ريحه صوص التيستي، بس ريحه صوص التيستي هنا ريحه جميله جدا جدا جدا. واتمنى ان المشروم يكون فريش مش معلب. انا مش هناكله ازاي؟ انا لسه كنت هسالك، هنقطمه ازاي ده يا جو؟ انا هقطم، انا عن نفسي هقطمه. مش في حاجه. في حاجه بتطرقع في بقنا. بحاول اقفلها مش عارف انا برضه. انا كسرت في بقي. طيب بصوا
انتوا اكيد سمعتوا الطرقعه. مش عارف سموها ولا لا. الساندوتش ده يا جماعه مش عارف هبان لكم ولا لا، في عظم اللي على صابعي دي عظم. انا وكيرو جالنا عظم في من البرجر ده، مش عارف ازاي. عظم 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 يعني. ثانيه حاولوا تسمعوا الصوت، مش عارف مش هيوصل لكم عشان هي صغيره قوي. عظم الصوت واضح دلوقتي. استنى احاول اسمعهم الصوت، معلش اصل الموضوع ده اول مره في حياتي يحصل. عظم جوه البرجر، مش عارف. انا خايف اكون بظلم المطعم ويكون دي. طب ممكن ناخد قطمه تانية؟ اصل دي حاجه مش قليله، معلش ناخد قطمه تانية يعني، وربنا يستر. قطمه تانية يا جو. طب نكلم المطعم ولا ايه؟ مش فاهم. مش عارف هناخد قطمه تانية ونشوفها. نفس الموضوع. هكلم المطعم. انا سمعت الطرقعه في بوق كيرو. هنكلم المطعم، هنوقف دلوقتي ونكلم المطعم. مساء الخير يا عمر. عفوا. مساء الخير يا عمر. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اقدر اسال حضرتك ازيك؟ كنت طالب اوردر وجالي الساندوتش البيف في المشروم ده في عظم يا فندم، عظم مفروم. عفوا. ساندوتش البيف جالي في عظم مفروم. ساندوتش البيف مشروم تريبل وصل لحضرتك في عظم؟ الله ينور عليك، التريبل مظبوط. عظم يا فندم؟ يا فندم موجود العظم عندي حضرتك. تمام، لحظات معايا. اتفضل. العظم كان داخل الساندوتش؟ داخل الساندوتش يا فندم. يا فندم جوه قطعه البيف. جوه قطعه البيف عظم؟ مظبوط يا فندم. يا فندم لحظات معايا. اتفضل. هو متاح بس هو بخلي لما المدير يكلمني. بس لما المدير يكلمني. هو صوتها غير واضح، ممكن فقط. تمام في تمام، في انتظارك. تمام يا فندم، بعد ذلك مرة أخرى. ولا يهمك، تفضل. شكرا بطرف عمل ستيشن. العفو. طيب زي ما انتوا شفتوا، انا بصراحة انا اوريدي قفلت، مش هكمل في المينيو ده اساسا، او الساندوتش اللي فاضل ده مش هدوقه بصراحة. انت لو ليك نفسه وعايز تدوق وتقيمه دوق. لا 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 خلاص، انا اتصدمت يعني. احنا في القطمتين طرقعه عندي وعند جو، وطلعت اهي عظمه انا مش قادر اوصلها اهي. انا مخليها العظمه عشان هوريها له لما يجي. كارثه بجميع المقاييس. انا اتصدمت، وانا متكهرب والله العظيم. فلا لا ان انا باكل ساندوتش فيه عظم في بقي، لا الموضوع وحش جدا. هنستنى لما المدير يكلمنا وهرجع لكم تاني. 10 minutes later. حاليا فات 10 دقايق ولسه ما حدش اتصل. خليني برضو منتظر لغايه ما اشوف، لان يعني انا 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 في رعب، في رعب، ومش مش مش مبسوط خالص. هنستنى لغايه ما يكلمنا، ولو ما كلمناش بقى هنضطر نقفل الفيديو على كده ونقول لكم ان هو ما اتصلش. تروحوش اي حته. 30 minutes later. وبعد مرور نصف ساعه بالدقيقه المطعم ما كلمناش. مش عارف اقول لهم ايه يعني، احنا بننام خلاص. يعني الله يبارك لكم. وفي نقطه ثانيه عايز اضيفها برضو، ان المشروم اللي هنا مش فريش. مش عارف انا ليه بقايم الساندوتش اساسا. دي اسوأ تجربه عشتها في حياتي، لان انا اتصدمت يعني. الموضوع مرعب لما تلاقي في حاجات بتخشول في بقك، والحاجات جامده دي ما مش حلوه، مش بجد مش هتبسط اي حد. فيا رب الفيديو بتاع النهارده يكون استفدتوا منه حاجه زي ما احنا استفدنا منه. وبعد اذنكم اللايك الجميل بتاعكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر التنبيهات عشان يوصله كل جديد. واشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كرش بوي وكيرو. سلام.